العلمية إلى جانب العديد من المجالات الأخرين اللي نشرفوا عليهم في المنطقة العربية هو كسب رصيد من الثقة عند الباحثين، لأنه أنت لما يعني تستدعي محررين لكي يحكم الورقات ويعطونا تقييمهم لازم تكون بينك وبينهم علاقة ثقة ومصداقية، وكذلك يكونوا عارفين أنك أنت على مستوى المسؤولية، لأنه الموضوع حساس جدا، مقاييس علمية يجب احترامها، خاصة أن الورقات العلمية هذه تساعد في حصول الباحثين على مناصب في الجامعة أو لترقيتهم، فالموضوع حساس وكبير جدا، ليس بالسهل، يعني هذه بداية الحصول على وظيفة أعلى أو مهنة جديدة أو الحصول على دكتورة في مستوى على مستوى البلد، فنقطة البداية هي ورقة علمية محكمة دوليا ومنشورة في المجلات العلمية، فالموضوع حساس ليس بالبسيط. إذن يجب أن تتوفر روح المسؤولية في النشر الدولي وفي المحررين اللي أعطوهم الثقة للدخول للسيستم سبميشن سيستم وتقييم هذه الورقات، ونأخذ بعين الاعتبار بآرائهم وتحكيمهم. فبداية التحكيم أو تقييم أي باحث في الجامعات التونسية أو في الجامعات العربية يبدأ من مرحلة النشر العلمي. إذا هو تحصل على النشر العلمي أو أخذ الجرين لايت أنه his paper is accepted، قمنا باكتشاف أو استدعينا مشاركين لاكتشاف الأثار والجيولوجيكال فيتشرز، المناظر الجيولوجية المهمة في تاريخ تونس، شافوها مع بروفيشنال جايدز، مع سادة من خيرة الأسادة في الجامعة التونسية. وكذلك هنا نشكر السلطات التونسية على تفاعلها وعلى قيامها بدور مهم جدا، وهو حماية الأساتذة الأجانب هذم لكي يتمتعوا بتونس ويشوفوا خيرة أثارنا ويربطوها بالجيولوجيا، لأنه الطبيعة في الجانب الحضاري الثقافي وكذلك اللي هو عنده علاقة بالجيولوجيا وكذا، والجانب الاقتصادي مهم جدا، لأنه يعني حركنا بعض النزل في الشمال الغربي اللي هي ما تحركش بسهولة، وجبنا لهم زوار وممكن باش يرجعوا في عين دراهم، في الكاف، في زغوان. كذلك رحلة الجنوب التونسي لمدة 3 أيام مع خيرة الأساتذة في الجامعة التونسية، أخذوا معهم أكثر من 15 باحث دولي، وأعجبوا شديد الإعجاب يعني إيكول دو تيران، مدرسة في الميدان. تونس تزخر بأمثلة للجيولوجيا اللي تخص المنطقة القديمة للبحر الأبيض المتوسط، يعني مؤرشفة، خلينا نستعمل أركايفت، مؤرشفة بشكل ممتاز جدا في الجنوب التونسي. سي سوندي كاديكول اللي هم بالفعل يستاهلوا أن الواحد يكتشفهم ويقضي فيهم مدة زمنية معينة. سياحة المؤتمرات هذه في بعض الدول أقوى من السياحة العادية. سياحة المؤتمرات في تونس خاصة موقع جغرافي ممتاز جدا، تعريفة ليست بالغالية، ليست بالمرتفعة، قرب لأوروبا، وكذلك انفتاح التونسيين على الآخر، ويعني التونسي دائما يرحب بغيره. نحن ضيوف مضياف، ضيوف من المطار يستقبلوا بالورود وبكل المعلومات، وفيه يعني ايربورت شاتل من الهوتيل للايربورت. يعني الضيوف انا يعني سالتهم كلهم منبهرين جدا بالبلد، بعقليه التونسيين، بمناخ الحريه اللي ننعم به مهما كانت العراقيل وكذا، لكن ننعم بمناخ مهم جدا في تونس. في تونس حاليا كل شخص يحب يبدع يعمل اللي يحب هو عليه وما يعطل ولا شخص، هذه بالفعل كسب كبير جدا حقيقه. عقد هذا المؤتمر الجيولوجي بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء المجلة العربية للعلوم الجيولوجية التي تشرف عليها الناشر الألماني سبرينجر، وتمت الموافقة بانعقاد هذا المؤتمر في الحمامات بتونس لأسباب. السبب الأول، اخترنا الدولة تونس الشقيقة لأن جيولوجية منطقة تونس والجزائر وليبيا مهمة جدا في جنوب البحر الأبيض المتوسط، من الناحية الحركية ومن الناحية التكتونية ومن الناحية الجيولوجية ومن الناحية التعدينية ومن جميع الأمور هذه مهمة جدا تونس لنا، فأعطيناها السبب الرئيسي الأول. السبب الثاني في اختيار هذا المؤتمر الدولي في تونس اللي هو كرم الضيافة ورحابة الصدر
وتشجيع الأخوان الزملاء في الجامعات التونسية أنهم يستضيفون هذا اللقاء، وبالتالي تم اختيار تونس لاستضافة المؤتمر الجيولوجي بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء المجلة، وتم اختيار مدينة الحمامات. في هذا المؤتمر تم تجهيز حقيقة أو نشر 10 كتب أو كتيبات حقيقة تتعلق بهذه المواضيع اللي أنا ذكرتها لك آنفا. نشأت قبل 10 سنوات في جولاي 2008 ميلادي، جاءت فكرة المجلة العربية للعلوم الجيولوجية في المملكة العربية السعودية. حقيقة عندنا قسم الجيولوجيا والجيوفيزيا أنشئ عام 1959 ميلادي، يعني تقريبا 60 سنة تقريبا. عندما 2008 يعني بعد 50 سنة من إنشاء القسم اجتمعت مع الزملاء وقلت لهم لابد أن يكون هناك وعاء علمي. الوعاء العلمي هذا ننشر فيه جميع أبحاثنا، ليس من المعقول أن ننشر أبحاثنا في أوروبا وأمريكا ولا يوجد لدينا أي وعاء علمي للنشر الأبحاث العلمية سواء لنا أو لطلبة الدراسات العليا أو في العالم العربي والإسلامي. وقمت حقيقة بمجهود فردي وأنشأت أو أطلقت اسم المجلة العربية وليست المجلة السعودية، قلت المجلة العربية للعلوم الجيولوجية لإعطاء فرصة نعم للزملاء في العالم العربي والإسلامي للمشاركة في البحث العلمي، لأنك لو اقتصرت على بلد معين سوف تكون محدودة، وفي سنة من السنوات بعد كذا حيقل المستوى وينشر فيها فقط في داخل البلد، وبعد فترة يمكن حتقفل هذه المجلة. اخترت الناشر يكون محلي، حيكون نطاقك ضيق، وإذا اخترت ناشر دولي سوف يكون انتشارها واسع. فجاءت الفكرة على اختيار الناشر الألماني سبرينجر في ألمانيا، وتوجهت إلى ألمانيا بثمانية أبحاث في البداية عام 2008، واطلعت الزملاء الألمان قلت لدينا أبحاث جيدة في المملكة ونريد أن نستخدم أن ننشر هذه الأبحاث عن طريق سبرينجر. في البداية كانوا متخوفين، وفي البداية كانوا متحفظين لأنهم لا يعرفون جودة الأبحاث العلمية التي لدينا، وقالوا في البداية سوف نعطيك فرصة نشوف مستوى الأبحاث. عندما شاف الجودة عالية في البداية سألوني هل هذا مستوى الأبحاث مستقبلا سوف يكون بهذه الجودة، قلت إن شاء الله. فنشرت، وافقوا في العقد أنه ننشر الأبحاث مع سبرينجر. عندما صدر أول عدد، وصدر أول عدد بثمانين صفحة وعددين في السنة كل 6 أشهر عدد، صدر العدد الأول وبديت أوزعه على المملكة وخارجها. العالم شافت الاسم هذا المجلة العربية للعلوم الجيولوجية وأبحاث كذا، فبدأوا يرسلون أبحاثهم من جميع الدول المجاورة، من مصر، الأردن، تونس والجزائر، باقي ما وصلتهم. كانت مصر، الهند، الأردن، دول الخليج العرب. بدأ فبعد شهرين من إصدار المجلة وصلني حول 14 بحث، لا أستطيع أنشر 14، فبدأت أخذ أجودها الجيد منها ونشرت 8 أبحاث في العدد الآخر، فأصبح أي كل 6 أشهر عدد. ففي 2008 نشرنا العدد الأول في جولاي، جانيوري 2009 العدد الثاني، ثم جولاي العدد الثالث،
بدت الآن يأتيني كم هائل من الأبحاث من بدت من المغرب العربي ومن تونس ومن الجزائر ومن المغرب ومن الهند ومن إيران ومن فبالتالي النقطة الأخرى النقطة الآن إلى الآن ولا لم أحصل على اعتماد أكاديمي. فعلا في جولاي 2010 جاني خطاب الاعتماد الأكاديمي بأنها تدخل في ضمن منظومة الـ ISI، فاتجهت من عددين إلى أربعة أعداد في السنة 2010 11، ثم أربعة أعداد في السنة استمرينا سنتين زاد العدد، استمرينا برضو العدد صار كثيف، فاستمرينا إلى عام 2016 رفعناها إلى 24 عدد في السنة بمعدل عددين كل شهر، عددين كل أسبوعين، كل أسبوعين عدد. الجودة مهمة جدا جدا، جودة الأبحاث. لو خلينا كل الدول العربية، تعرف العربية دائما العرب فيهم العاطفة وفيها صديق وزميل وفيها محاباة ممكن يساعده، لكن الأجانب ما عندهم الكلام هذا. إذا كانت الورقة العلمية جودة عالية تم قبولها، ما هي ورقة علمية من ليش ذات جودة ترفض. تونس جدا ممتازة، بيئة علمية خصبة، بيئة ممتازة سواء من الناحية الطبيعة والجيولوجية، هي فعلا تونس الخضراء هي خضراء وطيبة بطيبة أهلها ورحاب الصدر أهلها واستقبال أهلها وتعامل أهلها ورقي أهلها وثقافة أهلها شجعنا كثير وسوف يشجعنا مستقبلا إذا شاء الله أن نعقد المؤتمر الثاني للمجلة في تونس في زهاء سنتين من الآن إن شاء الله. كل شيء مشجع والأمور طيبة الحمد لله. إلى الآن الملاحظات اللي وصلتنا من خلال هذا المؤتمر اللي تلاحظ فيه أكثر من 500 إلى 600 شخص ملاحظات ليست جوهرية وإنما ملاحظات بسيطة، ومعناها إن شاء الله في المؤتمر القادم سوف نحاول أن الملاحظات هذه نأخذها في الاعتبار على أساس المؤتمر القادم إن شاء الله.